خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30. نتعرف عليه أكتر من دكتور خالد داغي، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير فندم. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية خلينا نعرف أكتر عن انطلاقة المهرجان امبارح وأبرز ما شهدوا حفل الافتتاح. الانطلاقة طبعا كانت المفروض أنها تكون يوم 14، بس حصل تأجيل 3 أيام حدادا على شهداء الحادث الأليم. فبدأنا امبارح، طبعا حافظنا على ان تبقى نفس يعني نفس الأيام بنفس النجوم. فهو البداية امبارح كانت بالفنان هشام عباس، الفرقة الأردنية. الحقيقة قدموا موسيقى جميلة وغناء جميل من الفنانة زينة. كمان بقى كانت المفاجأة الأطفال، أوركسترا الأنامل الصغيرة، وده أوركسترا مكون من أطفال كلهم هواة بشكل كامل، والحقيقة قدموا لنا ليلة جميلة جميلة جميلة. عظيم. احنا طبعا هنتكلم عن كل التفاصيل، لكن بما ان حضرتك بتتكلم عن فرقة للأطفال، ففي تنويعة كده بتحصل في اليوم ما بين طرب وما بين موسيقى جاز راب، ما بين فرق زي ما حضرتك ذكرت. مين اللي بيختار هذه التوليفة؟ يعني ازاي بتقدروا تعملوا في اليوم الواحد، في الحفلتين اللي بيكونوا موجودين في اليوم الواحد، ترضي كل الأذواق؟ يعني موسيقى وفن يرضي كل الأذواق وكل فئات المجتمع. بص، هقول لحضرتك، هو مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان يحمل الشهرة الدولية، وهو من المهرجانات القليلة في العالم اللي بيقدم تنوع في الفقرات الفنية أو في الأنماط الموسيقية المقدمة، بمعنى إن هو بيقدم كل الألوان الفنية ما بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى المصرية والموسيقى العربية والغناء الكلاسيكي والغناء المعاصر، حتى الغناء المستحدث، موسيقى الجاز، الموسيقى الشرقية، وكمان عندنا الموسيقى الهندية، وفي من بنما وفي من فنزويلا. فهو هدف المهرجان ان هو يعني يعرف الجمهور المصري البسيط الجميل، يوفر له السبل ان هو يتقابل بشكل مباشر مع الفنانين طبعا اللي هو بيحبهم جدا ويعني وقريبين منه المصريين وكمان العرب، وكمان بنحاول نقدم له الموسيقات المختلفه من العالم كله، وده هدف مهم جدا ان احنا او يعني احنا ده بنحافظ عليه دايما، التنوع الفني اللي بيبقى موجود في الفقرات. احنا كمان بنتكلم عن انشاد صوفي، يعني بنتكلم كمان ياسر التهامي موجود. الشيخ ياسين التهامي طبعا ده بيتمثل في الغناء الصوفي، وكمان الغناء الشعبي بيتمثل في فرقة مواويل للغناء الشعبي. وكمان طبعا عندنا الغناء الكلاسيكي او المصري الكلاسيكي متمثل في فرق نجوم الاوبرا، مغنيين الاوبرا، ومروه ناجي. وفي بقى الاغاني المعاصره برضو متمثله في الفنان علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر محمد محسن. طبعا غناء مستحدث ده الاسلوب الجديد للغناء المصري زي دينا الوديدي، فرقه بلاك تيما، فرقه وسط البلد، ودول بيقدموا نمط مختلف تماما من الغناء المصري. حلو الميكس ده قوي. يعني احنا بنحاول نقدم للاسره المصريه كل الانماط اللي موجوده او يعني او المتاحه ده، لان برضو يعني هم يعني جمهور المهرجان القلعه ده، الجمهور ده احنا مش بنقابله طول السنه الا في المهرجان ده بس، وده جمهور مختلف جدا، ده جمهور الاسره البسيطه، الاسره المصريه. الحقيقه الاسره كامله بتطلع تتفرج على الحفلات، لان طبعا السعر زايد جدا للتذاكر، هو سعر بس يعني مش للربح لكن للتنظيم، يعني بيبقى في تذاكر بس للدخول علشان ما يبقاش ف 20 جنيه ده قليل، الاسره كلها تقدر تطلع مع بعضها. فبنحاول ان احنا نقدم له بقى الفقرات مختلفه علشان يستمتع بيها ويشوف الثقافات المختلفه من العالم كله. طيب دكتور خالد، تذكره ب 20 جنيه ازاي بيتم حجزها، والمكان يستوعب كام شخص؟ المكان بيستوعب تقريبا
أو يعني حوالي 15,000 شخص. عظيم. الدخول أو حجز التذاكر كل يوم من الساعة 5 بتبقى مفتوحة الأكشاك لبيع التذاكر في المقر أمام مدخل القلعة. تمام. وده بيبقى موجود يوميا يعني من الساعة 5. أعتقد دي أطول فترة فيها المهرجان في دورة 30. هو الحقيقة هو المفروض ده كان الـ يعني كانت التحضيرات كلها دي تبقى أطول فترة للمهرجان اللي هي كانت تبقى 18 يوم. بس نظرا إن إحنا يعني حصل تقليل في عدد الأيام فبقى 15 يوم. 15 ليلة ده زي المهرجانات زي السنة اللي فاتت وما قبلها. طب دكتور خالد، حضرتك اتكلمت عن مشاركات مختلفة من الهند وبنما ولبنان وكمان والأردن كمان، فحابة أعرف الإقبال على هذه الثقافات المختلفة عامل إزاي؟ هقول لحضرتك، هو فكرة إن الحفلة بتبقى متاحة للجميع، يعني جميع أفراد الأسرة بيبقوا موجودين وبيبقى الجو طبعا والمكان التاريخي العظيم ده، فبتبقى الجمهور بيبقى متأهب إن هو يقضي ليلة جميلة، ليلة فنية، فبيستوعب كل الأفكار الفنية المختلفة دي. يعني حضرتك مثلا امبارح اللي هو أوركسترا الأنام الصغيرة، المفروض إن هو أوركسترا أطفال يعني مش سهرة فنية يعني لفنان زي هشام عباس، هاني شاكر، علي الحجار، لكن الحقيقة لاقت نجاح وتفاعل جماهيري يعني قوي جدا، وده ظهر لان افراد الاسره مش بس يعني في اطفال عجبهم فكره ان اطفال طالعين بيغنوا ولابسين لبس لطيف وان هم هواه وبيقدموا فن جميل. احنا فالتفاعل ده بيجي من كمان احنا بننتقي يعني المحتوى الحقيقي للفقرات المقدمه. ده عظيم جدا. الجميل في الموضوع كمان يا دكتور خالد ان احنا بنسعى خلال الفترة الماضية إلى نشر الفن ونشر الثقافة. شفنا مهرجان دندرة، أبيدوس، السويس، وكنتوا كمان موجودين تقريبا في اسكندرية من حوالي 11-12 يوم في مهرجان. ده طبعا مبادرة برعاية معالي رئيس الوزراء وبالتعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، والحقيقة بدأنا من أول السنة ان احنا نقدم مهرجانات في كل المدن المصريه علشان نقدر نوصل لكل الجماهير او كل الاسر المصريه البسيطه. وكانت المهرجانات كلها بدون مقابل. بدانا في مهرجان دندره في القنا، وده كان الحضور الجماهيري يوميا يصل الى 10,000 متفرج، وكان مكان ساحر المسرح وفي ظهره أقدم معبد في التاريخ، فكان مكان الحقيقة كان مهم جدا. يعني الفنانين لما بيشاركوا مع نوعية الجمهور دي ومع الأماكن الجميلة دي بالنسبة لهم دي بتبقى مهمة جدا، إن الفنان يشارك ويوصل لنوعية الجمهور دي. أكيد. نوعية الجمهور الجميلة دي. أكيد. احنا بنتمنى لكم يا فندم كل التوفيق. كل الشكر ليك دكتور خالد داغر، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.